دي مدرسة معتزة، انت بس لو تفهمني هتعمل ايه، سيب كل حاجة عليا وانا هدخلك. يا عم ابو سويلة نزل ايدك، لو عوزته تاني يبقى ربيه. ده لو رضي يطلع. اسم حضرتك ايه؟ عمر. عمر؟ عمر مين؟ عمر ابو الوفا؟ ايوه عمر ابو الوفا. اوكي اصل عارف اكتر مني. اتفضل حضرتك. وحضرتك؟ انا صاحبه. لا انا اسفه خالص حضرتك، مش ينفع تدخل. ايه؟ انا متاسفه. ايه ده ما تنفعلش، انا هتصرف. خش انت وانا جاي لك. انت ما تاخرش. خش خش خش. ايه يا عم وانت ماشي بظهرك ليه؟ بدور على حد بس. انت مين بقى؟ هفهمك. عمر؟ ما انا هشرح لك اللي. عمر ابو الوفا؟ يا دفعة استر عليا. عمر ابو الوفا رجع. عمر ابو الوفا رجع يا دفعة. هو كان هربان ولا ايه؟ اخرب بيتك يا معتز. عمر ما صدقتش لما قالوا لي انك هنا، شكلك اتغير خالص. ايه ده امريكا غيرتك خالص؟ ما انت عارفه بقى هناك امريكا رطوبه وبرد وحر وصهد وتراب. شكلك لسه شقي زي ما انت. مش قوي يعني، نص نص. اهلا. اقصد نسيت اعرفك، امل خطيبتي. اهلا 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 اهلا. صباح الفل، ازيك يا امل؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ انت ابن انكل ميربط صح؟ تعالوا بابي. امال ايه؟ طبعا واعرف عمك سعاد. ايه الحفله الجميله دي؟ هاي. أنا هو. أنت إيه ده أنا؟ يا راجل طب أنا وأنت إيه؟ ما إحنا واحد. لا مش واحد. آه عشان لما أجي بقى يبقى شاور لي، لأن أنا مش فاكر شكلي أوي وأنا صغير. على فكرة كنت شقي أوي وأنت صغير. هو إحنا عملنا إيه بالظبط مع بعض؟ ها؟ بس عشان أمل يعني. طب وأنت عاجبك اللي بيعمله أمل ده؟ الله ده أنا لسه بشتكي لك من أمل تعملي زيه. مش عاوز. لخبطتوني. الطالب المتفوق عمر ابو الوفا. انت عمر؟ انت ابو الوفا. بينادوا عليك. ده انا. فين عمر ابو الوفا يا جماعه؟ الحمد لله. عمر انت فاكرني؟ انا مش ناهد. الله طبعا. امال ايه، ازاي حضرتك تقولي كده يعني؟ ده انا ما كنتش بفهم من حد غير حضرتك. انا مش ناهد بتاعت شؤون الطلبه. دي كانت ماده صعبه قوي بصراحه. طيب سلمي لي بقى على الجماعه اللي جنبك. خير مساء الخير. كده اتفضل اتفضل. ده ايه ده ميلو ده؟ مش احكي لنا يا عمر عن دراستك الهندسه والحياه في امريكا. خير خير خير. طيب الحقيقه انا يشرفني بصفتي طالب من الطلبة المتفوقين أني أقف النهاردة هنا وأكون عبرة لكم. الحقيقة واضح من كلامكم أنه أنا درست هندسة في أمريكا، وواضح كمان أن في إجماع على كده، وخلينا فاكرين مع بعض أنه أنتوا اللي أجمعتوا مش أنا. كنت عايز أقول الحقيقة يا جماعة، وأنا عايش في أمريكا، في يوم من الأيام كنت بتمشى على النيل بتاع أمريكا اللي هو في شارع امريكا العمومي، وحضرني موقف، حضرني موقف يعني. حضرني. طيب يعني على ما احضرني الموقف خلونا نتكلم شويه بصراحه. هيحصل ايه لما نتكلم مع بعض بصراحه؟ حضر الموقف، موقف جميل، موقف كله شفافيه. يا جمال ازاي؟ وانا في غايه السعاده. انا مش عارفه حد خالص. انا مبسوط قوي. انا مبسوط قوي. مين ده؟ واحد من ده عمر ابو الوفا مهندس هنا في هذه المدرسه. مدرسه اللي انا متخرج منها، مدرسه اللي انا كنت مجتهد فيها، مدرسة المستقبل الدولية للي فات. المدرسة زي ما هي يا جماعة، ما اتغيرتش مش كده؟ والبالونات هايلة. عمر أيوة. تعال. ايوه انا. نادوا عليا. مساء الخير. انت مش فاكر سارة وجميلة؟ مش قوي الحقيقة، مش فاكر قوي، كنا صغيرين بقى. مش فاكر. ولا انا الحقيقة كنت فاكرك اصلا. يلا يا جميلة. ممكن افتكر هي متسرعه ليه كده؟
فستانها تحفه طول عمرها بتموت في اللون الاحمر. ايه ده؟ ثالثه رابع؟ يلا بينا نخلع عشان عمر الحقيقي وصل. ايه؟ عمر الحريري هنا؟ اتصور معاه بقى. بقول لك عمر الحقيقي وصل، يلا نخلع. عمر الحقيقي؟ طب يلا. يلا. لما عمر الحقيقي يجي بديله دي. امشي يلا. يلا. احنا على ميعادنا. يا ابني احنا بقالنا ساعتين بنتفرج على حاجات احنا مش فاهمينها. مش عارف الناس دي بتبيع بيض ليه هنا. المهم المكالمة اللي انت سمعتها بينهم قالوا يجوا الساعة كام؟ لا ده ما حددوش فيها لا الزمان ولا المكان أصلا. نعم قالوا 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 هنا. طب الساعة كام معاك دلوقتي؟ معي ساعة. شفت اتأخروا جدا على فكرة. اهم يا معتز وصلوا جم اهم اهو هم دول. اهي اهي بقول لك ايه الأحمر ده كفاية ولا كنت زودته شوية كمان؟ لا حلو قوي. تمام طبعا عارف انت هتعمل ايه. لا بص بقى انا عايزك تدخل عليها بكل ثقة جامد بعدين تسلم عليها بكل رقة بكل رقة. عايزك تسحرها بكلامك، عايزك تكعبلها. ولا انت كنت هتعمل كده؟ انت كان قصدك تكعبلها بالمضرب صح مش برجلي. ايه ايه ولا كنت قلت لها انا موتها فيك كنت دفنتها؟ طب اعمل ايه بس ما انا ما عنديش خبرة. ولا انا ماليش دعوه بالليله دي خالص. سامع؟ وزع لو شخطت فيا تاني انا هسيبك وامشي. وزع وزع خد بالك هم جايين علينا. ايوه انا لامحهم بطرف مناخيري. ارمي الموبايل كانه منك على الارض. طيب امسك النضاره دي كده كانه ماشي صدفه يعني. طيب قول كده من الاول هي هتشوفه هتنادي عليك ولو ما نادتش عليا انادي عليها انا. طيب خلاص لو سمحت ارد عليها ولا اسبلها؟ لو سمحت رد عليها بس بتقول. طيب ايه في نضاره وقعت منك. طيب وبالنسبه للموبايل بتاعي ده حضرتك ما خدتيش بالك منه ولا انت ما بتشوفيش؟ والله ايه ده عمر ذكي يا عمر. ايه ده مش انت اللي كنتي وانت برضو كنت معايا في نفس المكان اللي كنت كلكم مع يا محاسن الصدف يا محاسن الصدف. ايه رايكم كلنا نلعب مع بعض؟ لا لا خليهم هم احنا مش عايزين نعطلهم. اتفضلوا انتوا يا جماعه العبوا مش عايزين نعطلكم. الجنينه كلها تحت امركم. فرصه سعيده. باي. ايه ده دول مشيوا دول مشيوا. مش انت اللي مشيتهم؟ طب وانت هتعمل ايه دلوقتي؟ انت بتكلمني انا؟ هات الموبايل هات الموبايل. ايه ده في ايه؟ الموبايل عايز الشحن. امشي يلا امشي. عمر ده وشه مش غريب عليا. يا سلام عادي مش كان زميلنا في المدرسه يا بنتي؟ لا ايام المدرسه مش فاكراه انا شفته هو كبير كده. شوط الكره عندها وروح العبها من هناك. طيب ماشي. ادوس على رقبتك يالا. ايه هو بلياردو؟ الله ما انا شوط الكره بالمضرب وانت واقف. وانا واقف؟ ايوه. طب انا مش عرفت لنا ما تشرح بالراحه ارجع ورا شويه خد لك ساتر. اتفضل اهو. انا اسف جدا ما قصدتش. اسف حصل لك حاجه؟ اه طبعا وجعتني. طب الحمد لله. نعم يعني الحمد لله ان ما حصلكيش اي مضاعفات. انا هو انت بتلعب جولف من زمان؟ ده انا بلعب من الصبح. بعيد قوي. طب ثانيه واحده هروح اجيبها لك واجي على طول. تجيب لي ايه ما احنا هنروح لها. بس ده مشوار طويل قوي عليك. طب وعلى ايه؟ ثانيه واحده يا اسطى يا اسطى لو سمحت اتنين بركة الكور اللي هناك دي. اتفضلي وقف اتفضلي انا معايا فكة ما تقلقيش اتفضلي. سايب يا معتز بينج بونج. بينج بونج؟ يعني ايه بقى ان شاء الله؟ ما تسأليش وقت ما تنفعليش. ايه اوعي تكلميني كده تاني. يعني حاجة زي كده. يلا بقى يا سارة عشان نرجع. ليه؟ يعني كل اتفضلي. طيب يلا باي 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 اكلمك باي باي. طمني عملت ايه؟ ده اسعد يوم قضيته في حياتي النهارده. يعني ايه؟ كله تمام؟ طبعا عيب عيب انك تسال سؤال زي ده. طبعا كله تمام. خدت رقم تليفونك؟ لا طبعا لانه معايا. انت غبي ولا ايه؟ ما هي ما تعرفش ان هو معاك كان لازم تاخده منها عشان تعرف تتصل بيها. طيب قلت لها ان انت معجب بيها؟ لا. طيب خدت منها معاد تاني؟ لا برضو ما حصلش حاجه زي كده. لا ما اتفقتوش على اي حاجه خالص؟ خالص ما عملتش اي حاجه من الحاجات دي خالص. يا راجل اسعد يوم قضيته في حياتي النهارده يا راجل.
شفتم أرقامها حلوين قد إيه. مش هيحصل حاجة يعني. لا أنا طارق الوكيل يا سارة، مانيش عمر أبو الوفا. أنا طارق الوكيل مانيش عمر أبو الوفا. أنا طارق الوكيل مانيش بتهيألي نأجل القرار ده شوية. يا وزة هو ده القرار اللي أنا مستنيه. ملاكي جيزة، يا حلاوة جيزتك. صباح الخير يا باشمهندسة. صباح الخير. تأمرين بأي خدمات تاني؟ لا خالص، اسبق أنت يا عم إبراهيم، أنا هحصرك. من عينيا. صباح الخير عمر. ده أنت دوختيني عليكي. وأنا دوختك عليا ليه؟ مش دي نمرتك؟ آه. إيه ده؟ ما هي أصلا امبارح وقعت منك وإحنا في الجولف، وقعدت أطلبك عليها طول الليل، كانت مشغولة. أنت كنت واقفة في إشارة طويلة ولا إيه؟ ميرسي. هي معرفة مصلحة ولا إيه؟ أنت عرفت عنواني منين؟ من المرور. رحت المرور وكشفت عن النمرة ودفعت المخالفات وجبت العنوان وزماني جاي. مش عارف أنا اتأخرت ليه لغاية دلوقتي. إيه ده؟ ده في كاوتش نايم. بالراحة بقى لحسن يصحى. معقولة؟ عموما مش مشكلة، أنا معايا ستيب. إيه؟ ستيب؟ استبني وانا موجود ازاي وده يصح؟ ايه ده؟ ده الكاوتش التاني نايم. نايم اهو والله. يا لا بتشوف الكاوتشين نايمين في نفس اليوم. ده مش بعيد تلاقي الاستبني راح مشوار. يا لا الكاوتش نايم مش موجود. انت فرحان فيا ولا ايه؟ انا كده هتاخر. طب ما انا عربيتي تحت امرك. ايوه انت بتبصي فوق، انا حركن على الشجره. عربيتي اهي اهي الحسنه اللي طالعه هناك دي. اتفضلي اتفضلي هوصلك. اتفضلي. معلش هي هتلاقيها مجرحه شويه، بس انا جايب لها جراب هركبه لها. اتفضلي اتفضلي. تعالي خش خش. يلا سدي بقى. ايه سدي مناخيرك قبل ما ندور. نقلع الجزمه. نقص الجزمه. تستغربيش اصل انا لما بقلع الجزمه واسوق حافي بوصل اسرع. سدي مناخيرك بقى عشان هدور. بس رخص. ايوه اتفضل. كمان رخصك منتهية؟ من كتر اللف في الشوارع بقى يا فندم. اللف؟ معلش. معاك طفاية؟ طبعا طبعا. انا همشي وخد قرآن. اتفضل حضرتك. انت هتهزر معايا ولا ايه؟ بقول لك طفاية. عايز طفاية حريق؟ طفاية حريق. حاضر انا ما فهمت غلط. اهي اهي عايش، بس مش هقدر اوقفها عشان السقف لما بتخبط في السقف. هو في ايه حضرتك بالظبط يا فندم؟ كل ده وفي ايه؟ امن ونتانه. امن ونتانه؟ يعني انت بتسحب الرخص على النتانه دلوقتي؟ طب هنضفها. نضفها؟ لما عربيتك بقى تتحرق يبقى تطفيها بطفايه السجاير. حاضر. اطلع خفيف. حاضر حاضر. كلمها هناك وقال لهم الكلام ده كله. ماشي. الله، لو سمحتوا يا جماعه ما حدش يشرب سجاير في المسرح. ليه؟ هو المسرح صدره تعبان ولا ايه؟ تاخرت كده ليه؟ بعدين هقول لك. بس ليه ده بتعمل ايه هنا؟ ازيك يا عمر، اخبارك ايه؟ الحمد لله. اتفضلي اتفضلي. ثانيه. ايه الهيبه دي؟ خلي اللوحه يمين يا جمال كمان شويه. ساره صوت لو سمحتي. الفرقه عايز تعمل بروف. ايوه بس كده. ممكن اقولك حاجه؟ ثانيه واحده. انا حلمت بيكي.
مفيش ناس كده ابدا. انا ثبتها لك كروكي كده وان شاء الله هتبقى تمام. اصل المسامير ضاعت مني المره اللي فاتت وانا بفكها. ايه ايوه كل حاجه ايه ايه تحت تحقيق تحقيق خلاص بقى. طب ما تتفضل عندي في الاتيليه تغسل ايديك. يا ريت انا بقول كده برضه. اتفضلي اتفضلي. اوعي تبصي وراكي، احنا دايما نبص قدامنا. على فكره عربيتك شيك قوي، بس لو كانت سودا كانت هتبقى تحفه. سودا؟ لا الا الاسود ده انا بكرهه خالص. ولا انا بطيئه، مع ان انا اعرف ان اللون الاسود ده لون فخم كده، يعني ممكن يحدد اللوحه ويخليها اجمل وكده. النور جه مين قال لك انه كان مقطوع؟ بهزر عادي يعني. اغسل ايدك عشان سودا. ها طب فين الحوض؟ على شمالك. ما اقول لك ايه، تشرب نسكافيه معايا؟ بس مش بلاك بقى. انا حاولت كتير اغير ضحكتي ما عرفتش. تغيريها هي تعمليها فايبريشن مثلا. تخيلي واحد ضحكته فايبريشن. خليكي بطبيعتك. انا كمان حلمت بيك عمر. يا عمر مين برا على الفوطه؟ انا. انتي قلتي ايه وانا جوه الفوطه؟ انا كمان حلمت بيك. لابسين النضاره بعد اذنك بسرعه بس عشان عايز اسمعك كويس. مش معنى ان انا قلت لك ان انا حلمت بيكي تقومي تردها لي يعني وتقولي لي ان انا كمان حلمت بيك. مش هزعل على فكره ولا حاجه، يعني كفايه النسكافيه. انت حلمتي بيا بجد؟ حلمتي بايه؟ ساره واضح ان بابا جه. ايه؟ مالك؟ طب اجري اجري اجري. اجري من ايه؟ مش بتقولي بابا جه؟ طب اهرب منين؟ اهرب منين؟ تهرب ايه؟ اشتغل هنا. هثبت ايه؟ مش بتقولي بابا جه؟ عادي. طب هتقولي له ايه؟ اخوك انا يعني ولا ايه؟ ايه هنا يا ساره؟ اثبت يا ابني. اثبت ايه مالك؟ هاي ساره. هاي بابا. اقدم لك المهندس عمر ابو الوفا، بابا محمد المهدي دكتور. مش بتاعتي دي. دكتور بيطري اجدع ناس. قول لي يا عمر انت مهندس في ايه بالظبط؟ بيطري. في المعماري. معماري. معماري؟ والله الله، ده انا احتاجك قوي لما نيجي نروح المزرعه. اتفقنا؟ عيني. حاضر. اكسلنت. يلا سي ليتر اليجيتر. يلا باي. باي بابا. ده مشي؟ اه عادي كده؟ عادي. يا شيخة قلت له ان الفوطة مش بتاعتي. يا ابني ما قلت لك ما تقلقش. بابا لارج. ده انا حبات هنا. يا مان ما العربية قدامي ايه؟ والله 160,000 170,000 انا اجرب واقول. ماشي يا مان سلام. اتروك كنت بتقول ايه؟ كنت اقول لك بس ان انا احتمال اسافر اسبوع كده تبع الشغل، رايح تونس وراجع يعني. تونس؟ تونس. تحبهاش ولا ايه؟ تونس دي جميله. لا بس قبل كده يعني قلت لي قدامك يومين ثلاثة ودلوقتي بتقول لي تونس اسبوع. انا رايح وجاي على طول ان شاء الله. ايه ده؟ ايه فين شنبك يا مان؟ ما رضيش يجي معايا. طب تعالى انت معايا. هنروح فين؟ هنجرب العربيه ونكمل كلامنا. انزل على اليمين. طب انزل على الشمال. انزل على الشمال. وصاحبها طالب فيها كام العربيه دي؟ 160,000. تالي بعد اللي حصل فيها ده ممكن تخلص ب 20 جنيه بقى حلو قوي عليها. اوكي يا مان تروح وتيجي بالسلامه من تونس. والمزرعه دي فين؟ هنا قريبه في الفيوم. ساره لو سمحتي يعني ممكن تقولي المعتز يجي معانا المزرعه؟ ده هو هيموت ويجي على فكره، بس ما اعتقدش انه هيوافق. لا 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 هو موافق. انا عارفه انا عارفه. انت استاذ فادي انت جيت تونس امتى؟ هكلمك هكلمك. الحمد لله على السلامه. يعيشك يعيشك برقه. الواحد نفسه يعيش في العزبه هنا على طول. ايوه على فكره طنط انا لقيت شقه جنبكم هنا وان شاء الله ساره تبقى تضبها براحتها. هو عمر تاخر ليا معتز. زحمه بقى وكده. يا باشمهندس مش يا
ايه يا جماعه؟ يا جماعه انا كنت بلعب معاها على فكره. لا لا واضح ان انت بتخاف من الكلام. ليه ده لذيذه قوي. مين اللي عامل زعلان في الاستفهام ده؟ الدكتور ادهم. المهندس عمر. اهلا وسهلا. وحضرتك دكتور في ايه بالظبط؟ نساء وتوليد. الاثنين مع بعض يعني؟ ولا نساء وتوليد ولا نساء ولا توليد؟ الاثنين قسم واحد. ما تيجي يا حبيبتي تفرجيني الورد اللي انت زرعتيه. يلا حبيبي. يلا ستي. تيجي نجرب الطياره انت لابسها دي في الشمس. نعم. مع بعضينا يعني نحكي مع بعضينا. طيب يا رب. طب ما تيجي انت كمان بقى تفرجيني على المزرعه بتاعتكم دي. طيب يا رب. عيلا. لذيذ قوي. واللذيذ بقى يبقى قاعد مع اللذيذ. ارغي معاها. ها ارغي معاها. حلوه الرنه دي. هاتي ابعتها لك. شايف دي؟ دي البيضه في الصدر. اسمها على اسمي. لا يا شيخ. اسمها ساره محمد المهدي. طب استنى اطلع اجيبها لك. هتوصل الرنه دلوقتي بعد اذنك لو سمحتي. لا 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 خد بالك. خفيش. اهي وصلت اهي. ايه مالك؟ لا مفيش حاجه. مالك في ايه؟ مفيش حاجه. خد بالك. مالك عمر؟ عمر مالك في ايه؟ في ضغط. ضغط شويه. معلش ما تقلقيش. اصل انا عندي عندي مشكله في الاماكن العاليه دي. عندي فوبيا. فوبيا؟ تخافيش دي مش معادية. عمر سارة هتيجوا بقى. ايه ده؟ بابا بينادي. تعالى ننزل. سيبك منه دلوقتي. تعالى بقى يا عمر افرجك على حتة الارض الفاضية الحلوة دي اللي ممكن يتعمل فيها حاجات كتيرة قوي. لكن انا في مخي عايز ابني طحونة هواء تولد كهرباء للمزرعة. دي فكرة حلوة جدا. ترسمها لي يا باشمهندس. دي فكرة وحشة جدا. فكرة وحشة ان انا ارسمها يعني. ده دي طحونة يا عم. يعني اي طحان ممكن يعملها زي العمارة كده. اي عمار يعملها يعني. مش لازم مهندس. ازاي بقى؟ امال ايه؟ انا بحب التخصص. لما اقول هبني يعني لازم يكون في تصميم. طبعا. ولما يبقى في تصميم يبقى لازم يكون في مهندس. اكيد. ولما يبقى في مهندس يبقى لازم يكون في مين؟ مين؟ عمر. حمرة. ايه اللي حمرة بالظبط؟ طحونة. طحونة. نعمل طحونة مطولة كده حمرة زي اللي في جامعة الدول دي اللي بقى. عمر. نعم. تعالى نلحق نروح الزريبة. يا ولاد الحقوا الزريبة. الزريبة بتتحرك ولا ايه؟ هو مش هيجي معايا الزريبة ولا هنروح نلاقيه هناك؟ يلا. انا بقى يا سيدي مشكلتي اني ما عنديش مشكلة اصلا ولا حتى صغيرة. يعني بحس ان الواحد لازم يبقى عنده حاجة كده قلقاه وما تخليهوش يعرف ينام. وانا بقى شكلي داخل على مشكلة قريب. دي مشكلة قوية. يا سلام عليك. ده انت كان لازم فعلا تدخل كلية هندسة. ده انا حتى لو خريج طب بيطري هاجي بتقول ان انت مش عايزة تقول ايه. طب كلمهم شوفهم هما فين. مين؟ عينيكي؟ وزة احنا في الزريبة. في الزريبة؟ لا لا ما تفهمش غلط. هي واضح انها بتحب الزرايب على فكرة. يا ده علي صوتك انا مش سامعك. معلش اصل انا مش ماسك الموبايل في ايدي. امال ماسك ايه؟ مش لازم تعرف على فكرة. يا لا اتلحلح ولها بحبك. افتح معها حوارات لغيها. امال قاعد ده كله بتعمل ايه؟ بعمل شاي بلبن. قول لها ان انت بتحبها. بتقول ايه؟ اقول لها دلوقتي ان انا بحبها؟ مش سامعك. بقولك اقول لها دلوقتي ان انا بحبها. اكتر جاموسه بحبها هنا من ساعه ما جيت وانا حاسس اني احبها. ايه ده؟ ده في جاموسه على بقك. في اسمه ايه ده؟ في مسح بقك. مسح بقك. انا تحت. ها بقى قوي. انا بعشق المكان ده. بص بص حلو ازاي. انت عارف لما بقى متضايقه باجي اقعد هنا. مين ادهم ده؟ ابن خالتي. طب يعني هو ادهم ده متعود انه يعني يبقى. انت مركز معاه كده ليه؟ ما تنساه بقى. يلا يا ساره انزلي عشان تركبي مع بابا عشان ما يسوقش لوحده. وانا هركب مع ادهم عشان راح ازور خالتك. طيب اوكي. هي ماما لازم تروح تزور خالتك النهارده؟ لازم. خلاص اوكي ان شاء الله بات عندها. ايه الغلاسه دي؟ ايه ده؟ يا ساره يا ساره. طب والكلب ده مش هيروح يزور خالته هو كمان ولا ايه؟ ما تجيبها البيت معاك. ها؟ بس يا ساره يا ساره استني بس. رجب من فضلك طلع الحاجات دي فوق. ها هتطلعي معايا ولا هتخش الاتيليه؟ لا انا هستنى عمر. انا مش عارفه هو ليه اتاخر لغايه دلوقتي. اوكي هطلع انا بقى. ها
كلب لطيف. ايه ده؟ انت ايه اللي بهدلك كده؟ اصلا انا كنت معلي الكاسيت شويه. يلا على جوه. خليه انا ممكن اروح بتاكس يعني مش مشكله. انزلي انزلي انزلي. ما شاء الله هي كمان نتايه. اصل صحتها تحس انها مديه على ذكر جامد قوي، ذكر جامد يعني، وبعدين بص بتكره الفانيلات موت. طب باي. ساره ممكن اقول لك حاجه؟ قول. مين ادهم ده؟ اولا السؤال ده كتر، وادهم ابن خالتي وماما عايزه اتجوزه لي، وانا استحاله اتجوز واحد ما بحبوش. ومفيش امل تحبيه خالص؟ اصل انا شايف انه شاب لطيف وظريف ورخم يعني. تصبح على خير يا عمر. لا تصبح على خير ايه، ده انا هستناكي هنا لغايه ما تطلعي فوق وتشاوري لي من فوق. طيب اوكي يلا باي باي باي. ياه نسيت اسالها مين ادهم ده.